انت؟ تركتني لحالي هون واختفيت. كان عندي شغل. لا تطلعي هيك وخدي هدول من ايدي. بالله شو عندك اوامر تانية؟ لا مو امر، انا بترجاكي لاني جعت كتير. بين ما حضر الاكل انت ساوي سلطة. انت عم تتمسخر علي؟ خدني من هون انا مليت. خلينا نحضر الاكل، ساعديني. طلع فيني. جبت لكم المي، وين حطهم؟ كتير منيح، إذا بدك حطهم هون هلا. بالمناسبة أنا بدي حضر الأكل ورح أحسب حسابكم. ماشي؟ ماشي أخي، بتحبوا ساعدكم؟ ما في داعي، نحن منحلها. ماشي، يعطيكم العافية. لا تطلع هيك، يلا استعجل. يلا اهدى فورال، عود شوي. اسمع، لازم نفكر ونحسب حساب كل خطواتنا. بلكي عزيز ما له علاقة بالموضوع، بلكي كينان يلي خطف هزال مشان يحرق لك روحك. وشو فرقت يعني؟ أساسا كينان بيكون كلبه لعزيز، هزال مع هداك الحقير، وأنا محبوس هون وما فيني ساوي شي، والله رح جن. فورال لا تعملها، هادي اللي بالدنيا إنه نعصب ونرتكب شي غلط، وبتعرف إذا وصلوا لأي دليل ضدك وقتها ما عاد تقدر تطلع من هون. أمي عن أي دليل أنت عم تحكي هلأ؟ إذا عزيز خلى كنجار يحكي وقتها أنا رح أفهم بالسجن. كنجار مرتبط فينا، ما عندي أي شك بصدقه وإخلاصه تجاهنا، ومستحيل يحكي، هو قوي. صحيح قوي، بس لأنت رح يضل قوي هيك. بالبداية عزيز توبراك إجته أهم فرصة بهديك الرسالة، وأكيد هو رح يعرف كل اللي صار من كنجار ويزتني بالحبس. الأفضل إنه ساوي الشي بسرعة. خبري الرجال خليهم يخطفوا أمل هزال. شو؟ بدك ياهم يخطفوا ملك؟ ايه، ملك هي نقطة ضعفه العزيز، وإذا نحن خلينا الرجال يخطفوا وبيترك هزال وكنجار. أخ منك يا كنجار، أخ يا أبضاي، أحياناً لعبة القدر بتكون غريبة مو هيك؟ بتترك الجامعة وانت بالسنة الثالثة وبتصير خادم عند هالواطي فورال. ايديك بتترك الألم وبتمسك السلاح. تركنا من حركات الوفاء وارتباطك فيهم. لما الإنسان يكون وفي مع الحقير بيكون مثله. يلا احكي، بهالطريقة بتحرر ضميرك وكمان بتحرر ايديك واجريك من هالحبس. ها يلا كنجار احكي. الحقير فورال شو ساوى لاختي؟ موتها ولا حبسها بشي مكان؟ لانه اذا في حدا بيعرف فهو انت يا كنجار. يلا قول، يلا يا ابضاي. وانت كمان عندك اخوة بتفهم وضعي منيح،
أنا كنت بعرف إنه هيك رح يصير لأني بعرفها لبنتي. لهالسبب ما خبرتها من قبل. بس مو مشكلة، مو الشرطة أخذت فورال. عم حس وكأني ارتحت شوي، بس لتنفذ بنتي منهم وتكون بأمان ما عاد يهمني شي تاني. ملاك، زعل الأولاد من أمهاتهم ما بيضل فترة طويلة، بس اصبري يومين ثلاثة وهالزعل بيروح. لا تشغلي بالك، كل شي رح يصير أحلى إن شاء الله يا عمتي. وينه الكلب عزيز؟ وينه عزيز توبراك؟ وين بنتي؟ ملك؟ لوين بعتي الرجال؟ شغلة صغيرة قلت لهم يروح يحلوها. وشو هالشغلة؟ شو عم تلعبي كمان؟ شو بدي ألعب ابني؟ أنا عم حاول خلص أخوه. يلا نروح. ولك أنت شو عم تساوي ببيت عديم الأصل اللي اسمه عزيز؟ وين هزال؟ هزال ما أنا هون. يلا روح. لا تكذبي علي ملك، لا تكذبي. عزيز توبراك خطف حزال مو هيك؟ ها؟ اسكت خليل واطلع من البيت. ما رح اسكت يا ملك، انا ما رح اسكت. ما فيكن تنفذوا من ايدي بسهولة. انا طول هالسنين عم اهتم فيكي وببنتك. عزيز بيجي هلا وبياخد كل شي من ايدي وانا بضل عم اتفرج. خليل روح من هون. لا تتدخلي. انتي لا تتدخلي. وانتي يا عيب الشوم عليكي، يا عيب الشوم عليكي. ما عندك ذرة خجل ولا حيا مو هيك؟ انت لساتك لهاللحظة مرتي. انت بتفوتي عبيت رجال تاني وبكل وقاحة بتجي تحكي لي عن الشرف والأخلاق وغيرها. حكي بأدب خليل واطلع من هون بسرعة. ماشي، بس رح أخذك معي. امشي. تركني، ماني رايحة لقرني. أنا بدي اتطلق منك وعلاقتنا انتهت. ما انتهى شي، فهمتي؟ مستعد هلأ روح وخبر الشرطة إنه عزيز خطف مرتي. بفضحك يا ملك. امشي معي، تعالي. وقف، انت شو عم بتساوي؟ انت لا تتدخلي. لك شو انت قاطع طريق يعني؟ انقلع من هون. تعالي معي، تعالي. انقلع من هون ولا تلمسني. انت رح تروحي معي. لك اتركني. تعالي. بلا جنان خليل، اترك لي ايدي. اي نور خانم، نادي للرجال بسرعة. اتركني بقى. ولك مجنون، اتركني. امشي معي. كنان لو سمحت احكي لي عنه. مين؟ ما غيره، عزيز توبراك. أبوكي بصراحة بكل حياتي ما شفت شهم وقبضاي مثله. قاسي مثل الصخرة، بس بتلاقيه إذا الموضوع متعلق بالضمير ما في أرحم منه. ايه، هو صاحب رحمة وضمير، لهيك ترك امي وانا لساتني ببطنه. الموضوع مانو هيك، لا تظلمي. وانت شو عرفك بهالشي كنان؟ انا والخال عزيز علاقتنا كتير قوية ببعض. هو بيعرف كل شي عني وانا بعرف كل شي عنه. يعني انت كنت بتعرف؟ كنت بتعرف انه عزيز ابي وخبيت علي؟
اسمع، أنا فيني ضل أضربك وعزبك وإنت كتير رح تتوجع، فخلص حالك من هالوجع. يلا قول قول، يلا اعترف. أنا بالعادة ما بحب الحكي لأنه صوتي مو حلو خير عمتي؟ عزيز تعال بسرعة لهون، ملك مانا منيحة. شو صار يا ملك؟ ملك طارت خليل بالسكين. لك بكفي بقى هزال بلا تخبيص، مشان الله لوين بدك تروحي بهالوقت؟ كينان أنا قلت لك بدي روح. عادي شوي واسمعيني، أنت ليش ما عم تستوعبي؟ أنا وعمي عزيز عم نحاول نحميكي، فهمي بقى. أنتوا عم تحموني بهالطريقة؟ بالكذب والخداع؟ وإنكم تخطفوني؟ هاي الحماية؟ لو إبرو ما خبرتني لكن ضليت عايشة بهالكذبة. أنا ما بدي الزلمة اللي ترك المرأة اللي بيحبها وهي حامل ببنته. أنا ما بقبل بهيك أب، ما بصدق لا حبه ولا شوقه إلي. بدي روح. ملاكي لا تروحي، لا تتركيني. كينان ما بعرف أنا من إمتى عطيتك قلبي وروحي وعمري، بس كل لحظة أنا عشتها بسبب هالحب كانت تزيد من عمري يا هزال. كل ما أنت عشقتيني وكل ما شفت الحب بعيونك الموت بيبعد عني، بس كل دقيقة بتمر علي من دونك وكل ثانية بحس عم أقرب من أجلي خطوة. أرمك شوفي حبيبتي ليش عم تبكي؟ أنا ما بعرف شو صار، يا ترى الكل وين اختفوا فجأة؟ ما بعرف شي. شو معنى هالحكي؟ كينان مانو مبين بنوب، قال راح على الشركة بس طلع عم يكذب. يمكن كينان وهازال هنن مع بعض. يا أمي أنا متأكدة إنه هنن مع بعض. بلا تخبيص، مستحيل يصير يلي عم تفكري فيه أبدا. أخ يا بنتي الحلوة، شو هالكلام كينان؟ هذا الكلام مو مني أنا، هذا كلام أبوك اللي مات. عم تصدقي حبه؟ يعني الخال عزيز. هدول الرسائل كتبهم لأمي ملك قبل سنين، قريهم خدي. بعرف قلبك ما بيقدر يعطي حكم للحب، بس القدر بيعطي أحكامه.
أبوك عزيز وأمك ملك حبوا بعضهم بجنون، وقصة عشقهم كتير مختلفة مو متل قصتنا أبدا. ما فات بيناتهم حدا تاني، لا الثروة ولا المصاري، بس القدر فات بيناتهم. صدقيني عزيز توبراك هو أعظم أب ممكن تملكي بهالدنيا، على القليلة عاطي قلبه حقه، وكمان ألف خليل ما بيساو عزيز واحد. صدقيني. ولك خليل حاجة تتحرك بلا ما تنزف. تركني. لك لا تبالغ، هو خدش صغير يا زلمة، للصبح ما بيضل فيك شي. نعم أخي. ايه أحمد، خليل جنبك؟ ايه جنبي. شو وضعه؟ لا تقلق، ما فيه أي شي، مجرد خدش صغير. أنا عمود. اسمعني، قله لا يفكر يروح لعند الشرطة لأنه كتير رح عصب وأتضايق. انت لا تاكل هم، انا قلت له اللازم وهو فهم منيح. فهمت مو هيك؟ فهمت. خبره العزيز اكيد ما رح اشتكي على مرتي. هي بتضل مرتي، لا تشغل بالك اخي. ايه هو فهم الكلام اللي قلت له يا منيح، وما رح يروح لعند الشرطة. ماشي. اسكت. يا ترى قدرت تشوفه لفورال؟ لا، قال في حديث خاص بينه وبين أمي. سنان، أنا برأيي فورال ما رح ينفد هالمرة، أكيد رح يفوت على الحبس. أنت ملاحظ قديش أمك متوترة؟ ايه ملاحظ، بس مع هيك ما بتوقع انه فورال سوى شي لناز. نحن عم نحكي عن فورال. بعدين اذا ازاها او لا مو مهم ابدا. هازال وكنان مو مبينين، وكنجار كمان. عزيز عم يلعب لعبة كبيرة، الظاهر جبر الكل انهم يوقفوا بصفه. شكل لعبته ما لسهلة ابدا، وراح يستخدم ورقته الأخيرة. معك حق، حتى أنت تعاونتي معه. بلا تخبيص سنان، كل يلي بيهمني مصلحتنا وبس. هلأ صار عنا أسهم بالشركة، وإذا فورال انحبس وقتا نحن مندير أسهمه وأسهم أرماك كمان. تعرف شو معنات هالشي مو هيك؟ يعني رح نكون أقوى من عزيز توبراك بالشركة. ايه هيك بالضبط. سفر، شو صار؟ ما في حدا لا بالبيت ولا بالمطعم. مثل ما توقعت بالضبط، عزيز توبراك عم يحمي ملك. انت اترك رجال قدام البيت والمطعم، إذا أجت ملك فوراً بياخدوه على المكان اللي قلت لك عليه. تحت أمرك. بتدوروا على هزال وكنجار عن طريق الكاميرات والموبايلات، لازم تلاقوهن. بأمرك جناح خانو. شربي بنتي، خذي، ما فيه شيء، جرح بسيط، خليل مثل قط بسبع رواح، انتي لا تاكلي هم. اهلين وسهلين. ملك. عزيز. you
شو صار؟ هي إجا خليل كان مبين عليه إنه جن، سأل عن هازال بيعرف إنك خطفتها، وبعدين هجم علي قال لي أنت مرتي، شو عم بتساوي ببيت رجال غريب؟ بعدين مسكني من إيدي وحاول ياخذني بالقوة. اهدي خلاص بكفي، اهدي مضيت، لا تقلقي، انت ما سويت شيء. ها خليل ما اجى لهون وما صار شيء هون، تمام؟ لا تقلقي، اهدي مضيت خلاص، انا بحل الباقي، لا تاكلي هم، اهدي. أنا مستعد موت بس ما بسمح أنك تتعرضي للأذى، فلا تشغلي بالك. تعال. بابا؟ لك عمهلك، أنا مجروع. ما فيك شي، لا تبالغ. شو صار لك؟ أنت منيح؟ بابا جاوبني، أنت منيح؟ بابا مين ساوى فيك هيك؟ اللي أحمد اللي عمله شي؟ أي أحمد؟ مالك طعنتني بالسكين؟ شو؟